أحسن الله إليكم يسأل السائل في سؤال له ويقول: كيف يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى سواء في السر أو العلن؟ يكون خالصا لله عز وجل بتجنب الشرك، بتجنب الشرك بأنواعه، فلا يشرك مع الله، لا يدعو مع الله أحدا، ولا يذبح لغير الله، ولا ينذر لغير الله، ولا يعمل أي نوع من العبادات لغير الله عز وجل، ولا يطوف بالقبور ويتمسح بالأضرحة ويرجو بركتها ويدعو الأموات ويستغيث بهم، بل لا يدعو إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يعمل أي عبادة من العبادات التي شرعها الله إلا لوجه الله عز وجل. وكذلك لا يعمل الأعمال رياء وسمعة، لأن هذا يبطل العمل. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، وأما الشرك الأصغر وهو الرياء فيحبط العمل الذي وقع فيه. فيكون العمل خالصا لله إذا تجنب صاحبه جميع أنواع الشرك وأخلص نيته لله عز وجل، لأن لا يكون له قصد غير رضا الله عز وجل وطاعة الله عز وجل. هذا هو العمل الخالص لوجه الله عز وجل. وهذا يستدعي من المسلم أن يتعلم العقيدة، ويعرف التوحيد وحقيقة التوحيد، ويعرف أنواع الشرك، ويجري أن يتجنبه ويبتعد عنه. بقية السؤال. نعم، يقول حفظكم الله، سواء كان ذلك في السر أو العلن. نعم، السر الرياء الذي يكون في القلب يتجنبه، والعلن هو الشرك الظاهر. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من قبر ومن أوثان، يدعوه ويرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. نعم.